الفريق تحديدا كرة ملعوبة أمامية لمصلحة ريناتو سانشيز إلى الأمام، لكن هناك صافرة موجودة، لا توجد الأرقام، ثبات الأرقام غير موجود موضح أمامي بالنسبة لهذا الفريق، وبالتالي يعلم تماما. كرة ملعوبة إلى الأمام، تصل أمامية لمصلحة بارك في خط الوسط، عودة لزوميتشاك يلعب الاستحقاقات القادمة المنتظرة لهذا الفريق الباريسي الخاصة بنوتي لونس طبعا لأن يستضيف هذه المباراة في هذه المباراة مبرانس موطنا لتلك المباراة، وكان الفوز يومه في مرمى فريق موسم الأشياء، لكن الواقع يختلف تماما. من جديد المحاولة قائمة، كيليان مبابي، هنا كرة ملعوبة، كاد أن يسجل وكاد أن يصل، كاد أن يعبر في اللقطة وفي المحاولة الماضية، لكنها مضى. السلام الله على الكرة الملعوبة، يا الله، في المرتبة الثانية على مستوى بطولة الدوري هذا الموسم. هنا في هذا الموسم مشاهدين الكرام، العراق الكبير والتنافس الكبير، العرض نيمار، هنا كيليان مبابي من اليسار يمضي بكرة داخل منطقة الجزاء، حكم المباراة يأمر بالاستمرار. الكرة تعود لمصلحة ساني من هذا المكان، ساني يسعى، ساني يأتي بكرة، ذلك لسون تاران من اليمين، ساني إلى نيمار من جديد، لكن طالت عدت وعبرت إلى خارج أرضية الملعب في الكرة وفي اللقطة الماضية إلى رمية، المحاولة مستمرة باريسية ملعوبة إلى الأمام، لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. كارلوس سولير معادة لمصلحة الرابايل من الجهة اليسرى أمامية، هنا الوصول وتقدم بعد ذلك، ثم العودة من جيتورا، ريناتو يأتي بالعرضية المرسلة، لكن ريب ولغيره من الفرق، هنا كرة إلى الأمام، خطأ موجود لمصلحة نيمار في هذه الكرة وفي هذه اللقطة. هناك أكثر من فريق من دوري الدرجة الخامسة، مرمى كيلور ناباس، سلامات لنيمار لاعب المباراة مرة أخرى، كرة ملعوبة أمامية، ريناتو سانشيز من اليمين، العرضية المرسلة خطير، يسار الانطلاقة، العرضية المرسلة، جول مبابي يسجل أول أهداف المباراة بقدم كيليان، بأمر مبابي يأتي بأول أهداف المباراة وبأول كرات المباراة، هنا بضربة يمينية رائعة من جانب مبابي لمصلحة باريس سان جيرمان، مرة أخرى بطاقة صفراء مباشرة دون جدال، ليو نيمار يتقدم لكرة ملعوبة أمامية، الكرة الملعوبة، الله 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 الله، جول لنيمار مرة أخرى يا باريس، مرة أخرى يا باريس، هذه المرة عن طريق نيمار، هذه المرة عن طريق البرازيلي نيمار الذي يسجل، لكن يا له من تناغم ويا له من عمل بأن هناك أهداف قادمة باريسية إلى الأمام، هنا جول يا مبابي، واحد من أجمل الأهداف، من أجمل الكرات ومن أجمل التحركات يا مبابي، يا لها من كرة ويا لها من روعة. هنا من بريرا يتقدم بكرة ملعوبة إلى الأمام، هنا رابع الضربات مستمرة، مرة أخرى من اليسار، العرضية، الله، توالت البطولات، هنا كرة للهاتريك 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 للهاتريك، الله، أنا لا أقوى على ذلك يا مبابي، المنافس لا يقوى على ذلك، على كل هذه الكرات، على كل هذه الأهداف المسجلة، الهاتريك يسجل يا 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 مبابي هنا في هذه المباراة وفي هذه المسجلة، سجل 3 أهداف إلى جانب نيمار الذي سجل هدف وحيد في شوط المباراة الأول. لدينا وإياكم هنا متابعينا مشاهدين بداية الشوط الثاني من هذه المباراة، باريس سان جيرمان على اليمين بينما بايدو كاسل على اليسار، هنا في الدور 32 من بطولة كأس فرنسا المباراة، الكرة من الجهة اليمنى، الخطر فريق نادي أنسي، ولدينا طبعا سال هذه المحاولة، كرة ملعوبة إلى مشاهدينا متابعينا الذي
المرسل. الله الله يا لها من فرصة، يا لها من فرصة مضت وعبرت من أمامي، من أمامي طبعا في تينيا في المحصن، يترك أرضية الملعب لوغاناس، فرصة إلى الأمام، المحاولة الله 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 جول لمصلحة مبابي، يسجل السوبر يسجل في هذه اللحظات، يأتي بسوبر هاتريك في اللقطة الماضية وفي الكرة الماضية، وبالتالي هدف يأتي لمصلحة مرة أخرى. هنا الكرة من جديد الآن باريسية، الله يا الله، يهدف بخمسة أهداف إلى الأمام، الله لا تزال المحاولة، الله جول لمصلحة سولير، يسجل سولير في هذه الكرة، يسجل سولير في هذه اللقطة بهدف من الأهداف الجميلة. لكن لاحظوا نيمار وشاهدوا نيمار، تابعوا نيمار ما الذي يفعله، قابل للشيء. ستة أهداف لمصلحة نيمار، يلعب هذه الكرة من الجهة مرة أخرى باريسية إلى الأمام، الكرة وارى بأن هناك لاعب آخر قادم، إسماعيل غربي يحط كرة هنا داخل منطقة الجزاء، خطيرة المحاولة ثم الصافرة موجودة. هدف لإحراز هدف في هذه المباراة، كرة ملعوبة، وفي الوقت ذاته أيضا سجل سبعة هاتريك. أمية باريسية من اليمين، العرضية المرسلة، الله موعد مع التاريخ، من صانع التاريخ، من رجل التاريخ، من لاعب التاريخ، كيليان مبابي يسجل الخماسية، هي الأولى في مسيرته على مستوى الأندية، الأولى في مسيرته على مستوى الأندية، يسجل خمسة أهداف.